الاقتراب من المشهد من التوصيات التي تم بالفعل اليوم خلال ثالث يوم من انعقاد المؤتمر الاقتصادي. الان مع الهاتف الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. استاذ بلال بعد التحيه، التجربه المصريه في الاصلاح الاقتصادي وتداعياتها على الاقتصاد والحياه اليوميه للمواطن من اهم التجارب اللي الان بعض المؤسسات الماليه العالميه بتتوقع المزيد في ظل هذه الاجواء، خصوصا ما نشهده من حراك وطني ما بين بيئه الاعمال وايضا القائمين على السياسه التنفيذيه، كيف ترى ذلك؟ خليني اقول لحضرتك ان في الفتره الاخيره كان هناك برنامج اصلاح اقتصادي من الحكومه 2016. البرنامج ده قدر يخلي مصر صامده امام اثنتين كبيرتين هي الاولانيه دلوقتي احد كورونا ثم استتبعها الصراع الروسي الاوكراني. اقول لحضرتك ان احنا في 2013 الارقام لا تكذب، يعني في 2013 كان الاحتياط النقدي الاجنبي في مصر حوالي 13 مليار دولار. قبل جائحه كورونا حصل اصلاح اقتصادي، ده نمو تدريجي وصلنا ليه حوالي 50 مليار دولار قبل جائحه كورونا. بالتاكيد بالطبع حصل اهتزاز في العالم كله، والجائحه كان لها تاثير على العالم كله في الاغلاق وحظر التجوال اللي كان موجود في العالم. استتبعه الصراع الروسي الاوكراني ادى لخلل في منظومه التفعيل للسلع في العالم، وبالتالي تاثرت السلع وحدث تضخم كبير قوي. يعني زي ما لو احنا كنا بنشوف سعر البترول كان في المواطن العام للدوله بنتكلم تحت ال 70 دولار في البرميل وفقا لخان برنت، وصل ل تجاوز حاجز ال 110 دولار للبرميل في فتره من الفترات. القمح نفس القصه كان 276 وصل لحوالي 50 دولار للطن. وبالتالي انت حصل عندي عجز في مصادر النقد الاجنبي في الوقت اللي حصل الانحصار دي المعروض في النقد الاجنبي تاثر من القطاع السياحه، يعني القطاع السياحه تاثر بدل كبير جائحه كورونا والصراع الروسي الاوكراني. بالتاكيد بالطبع وعلى اعتبار ان السياحه بتدخل لنا حوالي 13 مليار دولار في السنه، وبالتالي انت عندك حصل انحصار للرقم ده اقل شويه. كمان مع المصادر الضريه اللي المفروض تعوضيها في البترول او كان في القمح او كان في الذره. وبالتالي الاصلاح الاقتصادي اللي تم هو حمى مصر شويه من الاثار السلبيه الكبيره. احنا ما زلنا الحمد لله السلع متوفره في الاسواق، وبالتالي بالرغم حتى من الارتفاع او التدريجي في الاسعار، يعني بالطبع الارتفاع هنا ارتفاع تدريجي مستورد من الخارج، خاصه انت بتستوردي جزء من مدخلات الانتاج من الخارج لمصر، وبالتالي حصل قفزه نوعيه في الاسعار. لكن الاصلاح الاقتصادي اللي تم حمى مصر اكيد من الحاجات السلبيه اللي تاثر بيها العالم. النهارده المؤتمر الاقتصادي كان بيركز على توصيات، كمان بيركز على بعض الحاجات المهمه بالنسبه للمواطن، منها خفض نسبه الدين. يعني الناس بتقلقها قوي موضوع القروض، فخفض نسبه الدين خاصه، وهناك مصادر اخرى ان انا لما اخفض نسبه الدين الكلام كان بيتكلم على اطاله كمان اجل السرير. جزء ثاني اللي هو مشاركه القطاع الخاص، الدول لا تبنى القطاع العام فقط ولكن تبنى المشاركه الفعاله ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والتنافس الحقيقي اللي موجود في السوق، لان ده بيثمر على في الانتاجيه، ومن جانب ثاني كمان على مستويات الاسعار وعلى كمان الجوده. لو تحدثنا عن وثيقة ملكية الدولة واتجاه الدولة في التخارج من عدة قطاعات ولكن مع الاحتفاظ بقطاعات الاستراتيجية، حدثني عن اتجاه الدولة وخريطة الطريق التي رسمها دكتور مصطفى مدبولي خلال ثلاث أيام على التوالي، وأيضا حدثني على دور الصندوق السيادي اللي تم الإعلان عنه أنه سوف يحوي العديد من الأصول الغير مستغلة من أصول الحكومة المصرية. خليني اقول لحضرتك وثيقة ملكية الدولة انا شايفها انها بتعيد التوازن ما بين دور الدولة ودور القطاع الخاص، او دور القطاع الحكومي ودور القطاع الخاص. في اوقات الازمات دائما بنقول ان القاعدة في البيزنس بتقول ان راس المال دائما جبان، يعني القطاع الخاص هو هيخفف حقوقنا الفلوس في اوقات الازمات. احنا كنا في عام 2016 كان في برنامج اصلاح اقتصادي كان ليه عواقب طبعا، من ضمنها مثلا ارتفاع اسعار الفوائد، من ضمنها ارتفاع معدلات التضخم. وبالتالي دايما لما بنعمل اصلاح فالاصلاح دايما القطاع الخاص هو بيخاف على فلوسه، على عكس الدوله الدور بتاعها في النهايه هو حمايه المواطن في اوقات الازمه. شفنا دور الدوله في التوسع في المشروعات في وقت الازمه ده استقطب او كسب او كتير من الايدي العامله، وبالتالي حصل انخفاض فعلي في مؤشر البطاله. يعني لو انا بقارن النهارده 2013 بالوضع من سنه او سنتين، احنا في 2013 وصل مستويات البطاله معدل
وصلت مصر حوالي 13% على ما اتذكر، لكن الفتره الاخيره بنزل تحت حوالي 8%، وبالتالي المشروعات التنمويه اللي حصلت في كانت البنيه التحتيه او في الطرق او كمان في المدن الجديده ومنها طبعا العاصمه الاداريه، دي انتصت كثير من الطاقه العامله وشغلت كثير من المصانع. يعني انت عندك القطاع العقاري والبنيه التحتيه لما بتشتغل هي بتكسب معاها حوالي 50 و60 صناعه اخرى، وبالتالي انت النهارده استزدت عدد من الايدي العامله وخفضنا معدل البطاله. النهارده بنعيد التوازن تاني، خلاص احنا بنقول ان احنا النهارده دخلنا في الدوله اللي دخلت في الاف وقت الازمه وحلت محل القطاع الخاص بعض الانشطه، النهارده خلاص احنا الحكومه هتخرج من الانشطه دي حتى يحدث التوازن. يعني انا كان اقول لك النهارده الوضع الطبيعي ان يبقى 60% قطاع خاص و40% في القطاع الحكومي، هو ده النهارده بتاكد عليه الدوله، وده بيطمن كمان من المستثمر الخارجي ان انت تعالى النهارده يمكن هذا المؤتمر جاء بمثابة الترويج للسياسات المصرية، وقد ايه الحكومة المصرية يمكن يعني من اهم اهدافها الترويج انها تقدم العديد من التسهيلات للمستثمر سواء المحلي او الاجنبي. استاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي بشكر حضرتك على هذه الإيضاحات.